les souffleurs de verre. Oui. تهدف هذه المبادرة إلى دعم صاحبات المشاريع من خلال توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية بناء على القدرات وتوسيع الشبكات وتوفير المرشدين والفرص للاتصال بالأسواق الوطنية والعالمية، كما تهدف إلى تعزيز الإدماج والقدرة التنافسية الاقتصادية للمرأة من خلال استخدام تقنيات جديدة كالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي. سيتم تمويل هذا المشروع من قبل مبادرة تمويل رائدات الأعمال، وهي مبادرة يعني عالمية ممولة من 14 دولة مانحة وثمانية بنوك تنمية بقيمة جملية تقريبا 300 مليون دولار، وينتظر أن تستفيد 60 دولة بما في ذلك الجزائر من هذه المبادرة، التي تهدف إلى إزالة العقبات المالية والقانونية والثقافية والاجتماعية التي تعرقل تطوير الأنشطة الاقتصادية لرائدات الأعمال من النساء.